السلام عليكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى الموجز الإخباري من قناة الشروق. ترأس عضو مجلس السيادة الانتقالي شمس الدين كباشي بالقصر الجمهوري الاجتماع الختامي للجنة الوطنية المختصة بإعداد مسودة الحريات الأربع بين السودان وجنوب السودان. وأكد سيادته خلال مخاطبة الاجتماع حرص السودان على تعزيز وتنمية العلاقات مع جمهورية جنوب السودان. وأوضح السفير عمر الأمين عضو اللجنة في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن تشكيل اللجنة وعمل الهيئة في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وتطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك تحويل الحدود المشتركة إلى مجال حيوي لتبادل المنافع، لافتا إلى أن نتائج عمل اللجنة سيتم عرضها على الجهات المختصة في البلدين للتوقيع عليها. أكد وزير الحكم الاتحادي محمد كورتيكيلا صالح أهمية وضرورة العمل المكثف لمناهضة خطاب الكراهية وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي من أجل السلام والاستقرار بالبلاد. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استعرض ملامح خطة الحملة القومية لمناهضة خطاب الكراهية تحت شعار السلام من أجل السلام. واستعرض الاجتماع التصور المطروح لإنفاذ الحملة بمشاركة ولاة الولايات المنتظر أن يتم استعراضه وإجازته خلال الأيام المقبلة بحضور الولاة تمهيدا للمشروع الفعلي في انطلاق الحملة القومية على مستوى السودان. تفقد مدير عام هيئة الجمارك السودانية حسب الكريم آدم النور معبر شكيت وأرجين الحدودي بوادي حلفة بالولاية الشمالية مع جمهورية مصر العربية، ووقف خلالها على سير الأداء والعمليات الجمركية والقضايا التي تواجهها، وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد ترقية معبري شكيت وأرجين لتواكب القفزة النوعية التي تشهدها حركة التجارة الدولية. وعلى الصعيد المتصل أكد سيادته خلال زيارته الميدانية توفير كافة معينات العمل من معدات وأجهزة خاصة، مبينا أن هيئة الجمارك تعاقدت مع شركة أمريكية لتوفير أجهزة الكشف الحديثة لإحكام المزيد من الرقابة ومنع عمليات التهريب. كرمت الشرطة السودانية في إطار احتفالها باليوم العالمي للمرأة العقيد معاش محاسن عبد الوهاب التازي أول ضابط شرطة في الوطن العربي وإفريقيا، والتي تم اختيارها كنموذج لتكريم المرأة الشرطية تقديرا لما قدمته من مجهودات، وكان لها الأثر الفاعل في تطوير العمل الشرطي في عدد من محاوره. وجاءت تلك المبادرة من إعلام المرور تحت إشراف العميد شرطة احتفال حسن أحمد مدير دائرة الإعلام بالإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة. وتفيد متابعة المكتب الصحفي أن المحتفى بها التحقت بالعمل بقوات الشرطة مطلع سبعينيات القرن الماضي كأول ضابط شرطة من العنصر النسائي، ونالت عددا من الأنواط والأوسمة تقديرا وعرفانا لما بذلته من جهود نالت رضا واستحسان مرؤوسها. التقى والي النيل الأبيض المكلف عمر الخليفة برابطة أبناء القطينة ضمن زيارته للمحلية، حيث ناقش اللقاء قضايا التعليم والصحة ومياه الشرب والكهرباء. وأكد الوالي خلال اللقاء اهتمام حكومته بكامل المشروعات التنموية والخدمية، وقال إن الولاية وضعت استراتيجية في تقديم الخدمات بتحديد أولويات المحليات في المشروعات الخدمية. كما ناقش اللقاء توطين بعض المؤسسات المالية بفتح عدد من أفرع البنوك المحلية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا وإياكم إلى ختام الموجز الإخباري من قناة الشروق، دمتم في أمان الله.